فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل رجل المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل معه أم ينتظر لعله تأتي جماعة أخرى؟ إذا كان يرجو أو يغلب على ظنه أن يجي أحد ينتظر، أما إذا كان ما يدري ولا يغلب على ظنه يجي أحد يدخل معه ليحصل على الأجر، يحصل على الأجر ولا يجلس ينتظر يفوته الأجر. نعم.